التفاصيل والبداية من قطاع التربية، أين ستنطلق امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط في مادة التربية البدنية في الفترة الممتدة ما بين 13 و17 مارس القادم؟ الامتحانات تخص فقط المترشحين الأحرار، كما يمكن سحب الاستمارة من الموقع الإلكتروني bac.onec.dz وbm.onec.dz. وللتذكير ستنطلق امتحانات شهادة البكالوريا الرسمية بداية من 12 جوان المقبل.